انا ما كنتش بصراحه، وصيفطوا لي فيديوهات وما نكذبش عليك، تألمت واحد الالام ما نقدرش نوصفه لك، واخا نعيا ما نوصفلكش داك الالام اللي حسيت به انا. ودابا انا خدام وسمحت في كاميوني تما ديال الشركه، راه في جرف الملح، وجيت على اساس هاد الحقره اللي تعرضنا فيها كلنا. ودابا غير هاد النهار انا مشيت غير خرجت وجيت في هذيك الطريق، راه ما قدرتش ندخل، راني ضربت الطيحه تما، راني غير ربي ما تكرفش حوايجي، راه رجلي تلوات لي، بغات تهرس لي. جاوب الاول، جابوا الماكينه جي سي بي، حاضر عليها، درت لهم لي فيديوهات، هضرت معاهم، قال لك ما تمنعناش، انا ما منعتهمش، درت لي فيديو لي جي سي بي، تيهدموا في الطريق، الطريق مصابه تقريبا 45 سنه وهي مصابه. صدمت واحد الصدمه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا يا ما عمري ما وصلت لبريكال، ما عمري ما وصلت للكوميسيري، والبارح انا وصلت لبريكال. علاش؟ على الضرمن. هاد السيد باغي الحق ديالو وباغي نديو له حقه وبزز عليه، لدرجة ما لقى منين يدوز له، داز لي من المرة الأولى مني أنايا. الناس لهنا كيقلعوا هذيك الطريقة هي وكيغرسوا الزيتون. وكيفاش بانت هذيك الطريقة اللي كيخدموا بها؟ وطريقة بانت أنا عشوائية في الحقيقة. هاد الناس، هاد السيد هذا راه ظلم، ظلم بعيني أنا كنشهد عليه. هاد السيد هذا الطريق ديالو هادي كنعقل عليها ما يزيد على 30 سنة، وهاد الطريق عندو تما. وهاد السيد هذا اللي فين جيت هاد الصباح هذا لقيتو الطريق تحفرات والزيتون مغروس. بربورة محمد، السكن دوار بوغيو العين شقيقة أغبل وقرا صفرو. أنا درت هاد الفيديو أول مرة على طرف الحجرة، لأن الظلم ولا في هاد البلاد دابا القوي ولا كياكل الضعيف، وأنا كناشد جميع الجهات المسؤولة ومنهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ياخذنا حقنا، وكنطالب من وزير العدل حتى هو يتدخل في اقرب الاجال يفك لنا المرور، لان البلاد شريناها حنا في 91 وعندها طريق من قبل حنا ما نشريو البلاد مع جدي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. ولكن كنتفاجئوا في التاريخ ديال البارح اللي هو 28 في شهر 12 2020، كنتفاجئوا بالسيد اللي شرا من عند المهم الوراثه اللي هما امامي، كيجيب واحد الهمجيه وحشيه وكيجيب الاله اللي هي جي سي بي، وكيفتح الطريق بواحد الطريقه عشوائيه، وكيزرع اربعه ديال الزيتونات تما، وكيقول بانما نتوما ما عندكمش الطريق. وحنا كنسكنوا ازيد من 45 سنه وحنا هنا، وكيجي قالك امر من وكيل الملك، انا ما فهمت والو في هذه الامور هذه، والدعوه في المحكمه، وكيعتقلوا الوالد هذا والوالده، وكيعتقلوا مرات الاخ. انا والله العظيم من اول مره كنحس بالحقره وكنذوق المرار ديالها، وكنقول من هذا المنبر اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، وكناشد صاحب الجلاله كنقول له من هذا المنبر راه ما بقى عندك لا عدل لا والو، خدنا حقنا، الله ينصرك، عاش الملك، عاش الملك. اول حاجه واحد الخمس سنين مع عمامي يعني انا كيطالبوا بحقهم، كيطالبوا بحق هذاك حق مشروع، وانما المحكمه كانت رفضت وقالت بانما البلاد غير صالحه للقسمه، ومن بعد خرجوها من المحكمه وباعوا لها السيد اللي هو السي عثمان سرو. وانا من هذا المنبر كناجد وكنقول له اودي حنا عيبك ما بغيناهش، إذا باغي شي حاجة قانونية مرحبا، باش تجيب ديك الطريقة هيماجية اللي ما تليقش بك أنت كمقاول ديال المغرب، ما يعني ماشي الطريقة ديال الرجال، راه نقولها لك من هذا المنبر هذا، ما عندنا لا حسابات لا حتى حاجة. جا السيد شرا من عند الوراثة، جا عند الوالد قال له تبيع لي، قال له ودي أنا ما نبيعلكش، هذاك الشيء اللي جاني في حقي أعطيه لي حدا بلادي، والله يفرقنا بلا النوم. ودابا ولا البيع والشراء يعني بالظلم بالسيف عليك، تبيع وتشري، وهما كاع جميع القبيله كاع السكان ديال المنطقه ديال دوار بوغيول اغبال وقرا صفرو، اي واحد الناس اللي كيعقلوا على الطريق غتسولوا سؤال غتقولوا شحال هاد الطريق وهي هنا، غايقول لك ازيد من 45 عام. ودابا حنا كنطلبوا من جلاله الملك محمد السادس نصره الله، الله يرحم له الوالدين، والله يطول في عمره، والله ينصره، والله يغلبوا على من عاداه، هو يوقف معنا ويعطينا الحق ديالنا من فضله
ومن فضل الله تعالى حنا طلعونا الجدارمية بعد حنا الولا باش يخدموا هما. والراجل عندي مريض بالسكر وبالطانسيو، ودابا راه جالس هو معتقلين وراه جالس في السيلون عند الجدارمية في لابريكاد في البهاليل اللي هي البهاليل جدارمية البهاليل. وحنا يا دابا حنا طالعين هابطين وما لقيناش الحل. كنطلب من جلالة الملك اللي هو محمد السادس نصره الله، الله يجازيه بالخير، يشد لنا الحق ديالنا من فضله ومن فضل الله تعالى ومن فضل السلطة اللي كتحكم والحكومة، رئيس الحكومة ووكيل الملك حتى هو. كنطلب منه يشد لنا الحق ديالنا من هذا السيد هذا اللي تعدى علينا وحيد لنا الطريق وخلانا بلا طريق بحال الحنش مقطع له الراس. منين غندوزو اولدي؟ منين غندوزو؟ راه قطع علينا حتى الماء، ديك الحفير اللي حفر راه حتى القوات الماء تهرسوا وجاو شدوا التيويات وخلاوهم مشدودين، ما تلقوا علينا لا ما لا والو. دابا خلاونا حنا بالعطش، منين غنجيبوا هذا الماء؟ حنا رحنا اللي قال هذاك حتى الماء ما عندناش قريب عندنا، غير الماء اللي عندنا مدخلينه هو هو حفر لنا داك الشيء قطع التيويات وخلانا بلا ماء. وعاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس، الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو الله ينصرو. شادي نقول لك الاخ، كان رد الفعل ديالي بزاف الحوايج، ولكن انا مع السلطه مع بزاف الحوايج ما بغيتش انا اللي تنقولوا صافي، خليت القانون يجري مجراه. ولكن شنو هو تنقول انايا؟ تنقول خصنا الحق ديالنا، راه بنادم راه عارف بنادم كلشي على منسكي، على الاولاد ولا على البلاد. حنا ما غندوزوش حقنا، حقنا راه ما غندوزوش باش ما كان باذن الله ربي غيغلبنا عليه. لان علاش؟ لان ظلمنا بزاف، ظلمنا بزاف، ظلمنا بزاف. دابا تقريبا 4 سنين هاد السيد هو كيخروض وشحال من راه تيكذب علينا وتيقول لنا عطينا حقنا وفي التالي تيدور علينا كاع عمرو. هو شنو باغي؟ باغي يدير لنا واحد الدويره عندنا فيها 340 متر، دار فيها 100 متر في 100 متر، واحد 140 متر مازال بغا يهبط علينا، بغا يشريها من عندنا ويخوينا. هو قطع علينا الطريق دابا حنايا تقريبا، ها هي دابا تقريبا من 45 من 76 وهي الطريق كاينه تمايا. هو دابا جا في 2017 راه عند عمامي، ها هو دابا في 2000 عليها باش تدخل 2020 كيقطع علينا الطريق، كيجرع فيها الزيتونات كبار، زيتونات دارهم في اللاكس ديال الباب، قص ديال التليفون، كابل التليفون قص، القادوس د الماء ضيعهم، نقطع علينا الماء حنايا. واش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، وعاش الملك. السيد هذا جا حيدها هدمها كاع، جاب الدارك معاه هدمها، قال لك جاي سيدي تنفيذ من عند وكيل الملك، ما جابوا لنا حتى شي حاجه حنايا كاع باش نشوفوا حنا واش هادشي من عند وكيل الملك. اعتقلوا الوالد، الوالد دابا راه معتقل حاليا، اعتقلوا لان علاش؟ كيهضر على حقه على رزقه. بنادم ملي كيهضر على رزقه ما ضرب ما هضر ما دار حتى حاجه، قال لهم انا نموت في الطريق هذه، الطريق هذه راه 45 عام وهي هنايا، وعندنا الشهود ان كاينه الطريق هنايا 45 عام وهي هنايا، الناس الكبار اللي عارفين كل شيء. وكان طالب من جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو ويخليه لنا يتدخل في هذا الشيء. لان علاش؟ هذا الشيء ظلم بزاف، ظلم بزاف بزاف. لان علاش؟ حنايا حقنا وجاو باغيين يديوه لنا قدام عينينا كنشوفوا فيه. جا دار حي الطريق ودار الزيتونات كبار ديال 20 عام دارهم، غرسهم تمايا في وسط الطريق، في وسط لاكس الطريق، وقاص لي كابلي ديال التليفون من البارح هو مقطوع، التليفون من 8 ونص الليل هو مقطوع حتى 5 ونص الصباح عاد صاوبوه للناس. طالب الطريق تبقى بلاصتها، الطريق ما كتقطعش على اي واحد، وخاص تكون نقولوا حنايا الطريق ما تقطعهاش على اي واحد، ومحاكمه في المحكمه ان الطريق كاينه تمايا وفيها 4 متر ديال الطريق، فيها هو جا هدمها دار فيها الزيتونات كبار، 4 زيتونات دارهم كبار، انهم واجدين قدام، وراه عندي لي فيديوهات كاملين عندي دايرهم. وان اش غادي نقول لك؟ هذاك الشيء ربي ورضات الوالدين اللي معانا وصبرني انا بانني ما كنقول راه كاين الحق في المغرب، ولكن تنطلب بالوكيل المالك ديال صفرو يتدخل، لانه هو اللي داير هذا الشيء، يتدخل لانه هو اللي داير هذا الشيء كامل. ان علاش؟ لان يعني الحق كاين في المغرب وكاين في البلاد ديالنا. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك. السيد باغي الحق ديالو وباغي نديو له حقه وبزز عليه لدرجه ما لقى منين يدوز له، داز لي من المره الاولى مني انايا. انا ساكنه في واحد البيت هنايا قدامنا، دراري كيهدوني وكيلوحوا عليا القرع يتشرب ويهدوني ويخسروا على الهضره. تا خويت من تمايا وليت دابا في مدينه فاس،
سكنت في مدينة فاس لمدة شهر ديال العيد الكبير بالخوف، وتحطمت دمرت في حياتي أنني مرت. ومني شت أمي وبا في هاد الحالة هادو اللي هما عقوستي وشيخي، طلعت لعندهم اللي هنايا ما قديش نشوفهم بوحديتهم هكايا، وما لقى منين يدوزنا، دازني أنا المرة الأولى، ما لقى منين يدوز دابا باش يشري هاد الدار هادي 340 كيما قال الزوج ديالي، بغى يحيد الطريق. واللي كنتمنى من جلالة الملك نصر الله والأسرة العلوية وواكل الملك أنه يحكم بالإنصاف والحق والتراضي جميع الطرفين لينا ولذاك الشخص اللي دمرنا حياتنا، وما عندناش كي نديرو ندوزو. ودابا با بنا هاد الدار هادي باش بناها عباد الله. لو كنتو غادي توقفوا مع المواطن ديالكم في هاد الظروف هادي، وقفوا معنا الله يرحم لكم الوالدين. هذاك الشيء هذاك كان يبان لينا الظلم، لا من الرأي العام ولا من السلطة، اللي جاي يسجنوا الراجل ويديه هو ومراته ومرات ولده يكرفسوهم. هاد الشيء راه ماشي حق. هاد الناس كيطالبوا بالطريق ديالهم، وحتى هما راه ورطه في داك الارض هذيك اللي جا السيد هذا كيحيد لهم الملك ديالهم. ما عاجبنيش الحال، وهاد السيد هذا راه مظلمين عليه. انا ما كيبان لي هاد الطريقه باش راه مهاجمين عليه البارح. لما تبغيتو تجي شي رساله انا وجه القانون، انا باغي نقولها للسلطه، يعني هاد الشيء اللي كيديروا راه ماشي هو. انصفوا المسكين واعطوا حقه، هادشي اللي كنطلبنا الحق. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.